الرابعة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وخلال لقائه مع مسؤولي مجموعة العربي لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها. وكذا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، كما استشهد 21 مواطنا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. وبحسب الإحصائيات الغربية تبلغ الأصول الروسية المجمدة نحو 260 مليار يورو ومعظمها في الاتحاد الأوروبي. هددت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بالرد على استئناف سول البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود. وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن ما فعلته كوريا الجنوبية سيحتاج إلى رد جديد لأنه وضع خطير للغاية بحسب وصفها. قتل 7 من عناصر الجيش الباكستاني جراء تفجير استهدف فرقة عسكرية في منطقة لاكيمروت شمال غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أنه تم تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مجهولون على أحد الطرق في المنطقة أثناء مرور سيارة تقل فرقة عسكرية بالقرب منها، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل ضابط وستة جنود كانوا على متنها. وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى عسكري قريب من موقع الانفجار. تصدر اليمين المتطرف نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في عدة دول للتكتل. ففي فرنسا تصدر اليمين المتطرف الانتخابات الأوروبية بأكثر من 30%، وفي النمسا حصل حزب الحرية اليميني المتطرف على 27% من الأصوات ليصبح أكبر قوة سياسية في البلاد. وفي ألمانيا جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة تناهز 16.5% من الأصوات خلف المحافظين. ورياضيا، يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الاثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة ب9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة بالانتصار في مبارياته الثلاث. انتهى الموجز الإخباري، والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وهذه تحياتي عمرو شهاب، دمتم في أمان الله.